السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في قناة لدن أم الخير. اليوم ندير بعض الوصفات. اليوم الجمعة غادي نتكلموا على يوم الجمعة وغادي نديروا أطباق منها الكسكس. غادي نحتاجو الخضر اللي نحتاجو في الكسكس هي الجزر واللف والملفوف. هنا نقيتهم وهاد القرعة خضراء وحمراء بزاف ما نقيتهاش. غادي ندير انا غير هاد الكسكس ديال داري ساهل ودغيا كيطيب، يعني كسكس البكية دغيا كيطيب شي بحال الكسكس العادي. Thank you.
جربها. توزد لها غير بهذا الجكسان. الفوز لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كيزيدي الوهاب زياد كيزيدي الوهاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحطهم مثلا كيف عندك الطيحين.